ثم يترك مكانه واسمع لصافرة الاستنجاد. لم آتي بشيء من عندي. لماذا غضب السومة؟ لماذا تعالت أصوات المشجعين؟ وين عقلك يا سيرجي؟ هذا لسان حال عمر طبعا، لأنه عمر في الأوقات الحاسمة يا سيرجي الأهلاويين إيش كان عنده بهذا القلق من خرج عمر، لأنه في الظروف الصعبة في الأوقات الحاسمة يظهر عمر بشكل رائع. يعتب كثيرا على القرار، لا يذهب إلى الدكة، يغادر ثم يترك مكانه واسمع لصافرة الاستنجاد. لم آتي بشيء من عندي. لماذا غضب السومة؟ لماذا تعالت أصوات المشجعين؟